عشان ننفذها لازم نعمل ايه يا سيد الفاضل؟ لابد ان تكون هناك هيئة او مفوضية، هيئة مشتركة لإدارة النيل الشرقي. هيئة مشتركة بين الدول الثلاث، بين الدول لإدارة النيل الأزرق. أين سوف تكون مقر هذه الهيئة؟ خلينا نقول وأهميتها وكيف يمكن أن تكون كويس. مهمة في التأثير على الدول التي يمكن أن تقيم سدود في المستقبل. طيب خلينا نقول، أنت فتحت نقطتين مهمين. فالنقطة الأولانية، الهيئة لإدارة النيل الأزرق، لأنك أنت لما تحط قواعد التشغيل ومراحل التخزين السنوي لابد أن يكون هناك مراقب مصري يشوف مدى التزام الجانب الأثيوبي بالتنفيذ الاتفاق بالبنود، والجانب السوداني يشوف مدى التزام الجانب الأثيوبي بالبنود، والأثيوبي يشوف في السودان ويشوف في مصر. احنا عندنا هيئة فنية مشتركة لإدارة مياه النيل وفق الاتفاقية 59 بين مصر والسودان. دي هيئة مشتركة بتدير النيل، نهر النيل لصالح البلدين، فيها خبراء فنيين. انت عندك سوداني في أسوان وعندك بعثة رأي مصر في السودان، صح الكلام؟ جميل. هي نفس الحكاية، هتبقى هيئة إقليمية. انا تصوري او ده هو المستقبل بعد التوصل لاتفاق، ان هو يبقى هيئه لاداره النيل الشرقي او النيل الازرق لصالح الدول. طب هنا لو اي دوله عايزه تقيم سد وهيبقى مقرها، ما انا جاي لك اهو، هل يبقى في اختار ولا ممكن تقيم دوله؟ ما هي بقى اهميه الاتفاق ده، اهميه هذا الاتفاق واهميه المفاوضات، ان انت غير ان انت هتعمل هيئه لاداره النيل الشرقي واجتماعاتها سنويه بين الدول الثلاثه، ويبقى مقرها ممكن اثيوبيا او بالاتفاق زي ما هم عايزين او السودان ما فيش مشكله، انما اهميه هذا الاتفاق انك ترسخ المبدا الدولي في قوانين قانون الانهار العابره للحدود، الا وهو ايه؟ الاختيار المسبق قبل انشاء اي مشروع مائي يعيق سريان مياه النيل الى دولتي المصب او على فكره استاذ عصام ده متعرف عليه في الدول الاخرى، يعني مثلا في الدول الاسيويه هناك ايضا مشاكل وحدود انهار ما بين دول مختلفه يا باشا، قعدوا في نهر السنغال الخمس دول بيطبقوا نفس هذه القرارات وهذه البنود. ما ده قانون دوله. السنغال مجموعه الدول قعدوا يتفاوضوا زينا احنا الثلاثه كده، واتفقوا بعد 10-15 سنة وأداروا النيل، وبقى فيه مفوضية أو هيئة بتدير نهر السنغال لصالح دوله، هيئة إقليمية. فأنت هتنشئ ده. أهمية الاختيار المسبق إيه؟ إن أي دولة من دول منابع النيل أنت بتقدم لها نموذج معين، إن مصر مع التنمية والتعاون دون الإضرار بأحد. صحيح. وبالتالي تيجي او زي ما قال وزير الري، قال لك ما هي مصر وافقت، ما احنا موافق كل السدود اللي بتبنيها في السودان بالاتفاق معانا، ولم نعترض بالمناسبه لان الاتفاقيه بتقول كده. صحيح. ووفقا لقواعد التشغيل والاتفاق بتحل، مصر هي ساهمت في خزان اوين الرئيسي اللي في اوغندا اللي بيولد الكهرباء الاساسيه، وساهمت في تعليته، ووافقت على خزان او سد بوجا جالي، انا رحته بالمناسبه ايام ما كان شلالات، ورحته وهو سد وخزان. لانه لا يضر، لانه لا يضر، هو يعمل التنميه لكن يضر الدور الاخرى ايضا، لا ضرر ولا ضرار. بالظبط. وبالتالي انت لما النموذج الناجح ده، لما تيجي كينيا عايزه تعمل، لما تيجي تنزانيا عايزه تعمل، لما تيجي رواندا عايزه تعمل، انت ادي النموذج اللي ممكن يتم الاتفاق عليه. صحيح. انت واخد وخاصه بحل. استاذ عصام، يعني الاتفاقيات مش بتكلم عنها بس فقط انها بدات منذ عام 59، لا لا لا، هو منذ عام 1891 كمان في اتفاقيه سنه 29، ده الاتفاقيات الحاكمه اللي بنعمل يعني على حصص هذه الدول. أيوة. وخاصه حصه مصر قلنا عليها 55.5 مليار. لا لا لا، بص بقى كويس، انت هنا بتتكلم الحاكمه لمياه النيل. شوف يا سيد الفاضل، اتفاقيات الحاكمه لمياه النيل تبدا من 1920 اللي اسمها اتفاقيات 29 قبل الاحتلال. ايضا احنا بنتكلم على ايام الاحتلال، ايام الاحتلال البريطاني لدول المنابع. كان نص الاتفاقيات اللي تمت اول بند فيها يحدد الحدود السياسيه للدول. تاني بند يقول ايه؟ عدم اقامه اي مشروعات تعوق السريان الطبيعي لمياه النيل الى مصر الا بالتشاور والرجوع الى مصر والحصول على الموافقه. تخيل يعني كان في رؤيه مستقبليه. ايوه. وخلي بالك من حاجه، ما يعني الانجليز عاملينها كان ليه بقى؟ خلي بالك من حاجه هنا، هذه الاتفاقيه الحاكمه لا تحدد حصص مائيه، ما هي دي المشكله اللي بعض الزملاء الناس فاكره حصص مائيه فقط. لا 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 لا، هي انت لا يعوق السريان الطبيعي. انما اللي حدد الاتفاقيه الوحيده التي حددت حصص مائيه هي اتفاقيه 59
بين مصر والسودان لسببين. السبب الاولاني ان هما دولتي مصب. السبب الثاني ان بحيرة ناصر جزء منها واقع داخل الحدود السودانية وجزء منها داخل الحدود المصرية. انت عندك بحيرة ناصر 350 كيلومتر في مصر, و150 في السودان, 500 كيلومتر ككل طولي. انت فهمت انا اقصد ايه؟ دي بقى خد كده بمناسبة الاتفاقات الحاكمة دي, انا حضرت مفاوضات كنشاسة حوالين اتفاقية انتيبي. فالكينيين والتنزانيين ازاي ومش ازاي, فالراجل الخبير الوطني المفاوض المصري قال لهم ايه, شوف حضرتك انت ما تعرفش الاتفاقيات دي او الفن اللي انا قلته لحضرتك ان بيحدد الحدود السياسيه للدول. نهار ما انت عايز تلغي هذه الاتفاقيات يبقى انت ما عندكش حدود سياسيه طبعا, يبقى اصبح كل دوله من حقها ترجع لبقى. فرد بتاع السودان في ذلك الوقت قال له ايه, تنغانيكا كانت تبع السودان اللي هي تنزانيا, اخش اخدها بقى. فالراجل اتخض قال له لا, طب ما تبعت لي الاتفاقيه دي. قال له هي مش عندك, انت ما قراتهاش. قال لا مش عندي. قال له بعت لي خطاب رسمي وانا بعتها لك. طبعا ما فيش, ما بعتش خطاب رسمي لان دي حقائق واقعه. خلاص ده يقودنا لايه يا استاذ حسن؟ يقودنا ان 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 مصر بتتحرك في هذا الملف بحكمه وبعد نظر وصبر وطول بال, وهو مطلوب في هذه النوعيه من الملفات. صحيح, دي ناحيه. الناحيه الثانيه ان مصر ضد نقل مياه, اي مياه للنيل خارج حوض النيل, عشان ده ردا على بعض بين الحين والاخر يتصاعد الحوار حوالين نهر الكونغو ومياه نهر الكونغو. هذا الكلام غير منطقي وغير فني وغير قانوني. مصر لا تنقل, ترفض نقل مياه النيل خارج حوض النيل. وده اللي عمل فتره من فترات ازمه, جم بتوع مبادره حوض النيل طلعوا حاجه اسمها اطلس لحوض النيل. استندوا على معايير علميه لا تتطابق مع المعايير الطبيعيه. وبالتالي راح مخرج سيناء من حوض النيل. راحت مصر مقدمه خريطه سنه 1800 حاجه مساحه من الانجليز, ايام الانجليز, اثبتت ان هناك كان لفرع النيل القديم سبع فروع, منهم فرع كان موجود البيلوزي في سيناء قبل حفر قناه السويس اللي هو دلوقتي بقى مشروع ترعه السلام. هو ليه عمل مشروع ترعه السلام في الشمال وعملها وقال لك سهل الطينه وجنوب القنطره شرق ورابعه وبئر العرب؟ لان ده الامتداد الطبيعي لفرع النيل ونهر النيل. وبالتالي مصر لم تنقل المياه خارج الحوض. عشان كده مصر دايما يا استاذ عصام بتؤكد يعني